من طرف واحد. أنا بسمي هيدا الشيء موت من طرف واحد. على الأغلب بيكون هو أصدق أنواع الإخلاص بالحب. بتصير تراقب هيدا الشخص من بعيد وبتلاقي غيرك حده وبتنقهر لحالك وأنت ما إلك حق تحكي. بتصير تشوف هيدا الشخص قريب من غيرك بدل ما يكون قريب منك أنت كمان ما إلك حق تحكي. بتصير تخاف على هيدا الشخص وتضلك